وينطلق اللقاء. الديربي البجاوي بدأه الفريقان بحذر كبير، واقتصر اللعب في وسط الميدان مع اندفاع بدني، لننتظر إلى غاية الدقيقة 23 أين شهدنا أول فرصة حقيقية للموب عن طريق أكرور كرته تعلو العارضة. المولودية المدعومة بجماهيرها حاولت مرة أخرى مباغتة قاسم، لكن بدون جدوى أمام دفاع منظم للشبيبة الذي فقد زافور في النصف ساعة الأولى. رد الشبيبة كانت تنقصه اللمسة الأخيرة. آخر فرصة في الشوط الأول كانت للمولودية بعد هذه الركنية، الحارس قاسم في المرصاد. الشوط الثاني دخله أبناء عمراني بقوة، وكاد أكرور بهذه المخالفة أن يفتتح باب التسجيل ليتواصل مد الموب الذي كاد أن يفتتح باب التسجيل بفضل يايا الذي سقط في منطقة الجزاء بعد احتكاكه بالمدافع كوليبالي عندما وجد نفسه أمام المرمى. بنوزا يطلب مواصلة اللعب. رد الشبيبة كان بعد هذه المخالفة خروج غير موفق للحارس برفان. بنغورا كرته تجانب القائمة الأيمن. وبنفس الطريقة بويوسف يسدد من خارج منطقة العمليات، كرته تقارب القائمة الأيسر. لينتهي اللقاء بتعادل سلبي، نتيجة لا تخدم بتاتا الفريقين المطالبين بالانتفاضة سريعا. رغم هذا نقول وضعيتنا ما زالت محرجة. نظن بل كنت اليوم مركز كثير على ثلاث نقاط تاع اليوم باش نحضر المقابلة الجاية صعبة، يعني نلعبوا ضد فريق اللي يحتل المرتبة الأولى. لهذا نقول اليوم طبعا نقطة خير من الخسارة، ولكن على حسب مجرية المقابلة كنا قادرين نديو ثلاث نقاط. ميريتي دو بروندر 3 بوان سور لونسومبل دو ماتش. سوسي دي ان ادفيرسير mes poulains ont été héroïques, mes poulains ont été extraordinaires. Bon, maintenant il nous a manqué le petit but, on aurait pu marquer à la première minute de jeu. Aujourd'hui on aurait parlé des 3 points de la GSMB.